مباراة غاية في الأهمية غدا، واستعدادات النادي الأهلي بالتحديد الفريق الأول لكرة القدم لمباراة المصري إن شاء الله بإذن الله بكرة، مباراة مهمة جدا جدا في مشوارك في بطولة الدوري، وأنت بتركز في هذه المباراة لأنك عايز تاخد البطولة، والنادي الأهلي الأمور كلها في إيديه، النادي الأهلي المتحكم في مصيره في إحراز لقب بطولة الدوري العام، هذه البطولة المنتظرها السنة دي بالتحديد جدا جدا جمهور النادي الأهلي. متعود جمهور النادي الأهلي على تحقيق هذا اللقب، لكن اللقب السنة دي هيكون له طعم ومذاق خاص، وخصوصا في ظل المنافسة الشرسة مع فرقتين محترمين في الحقيقة وفرقتين كبار طبعا زي نادي الزمالك وأيضا فريق بيراميدز. فلما تفوز بالدوري في ظل المنافسة القوية دي فهتكون الفرحة كبيرة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. من هنا جاية أهمية المرحلة اللي جاية كلها، 8 مباريات ورا بعض في بطولة الدوري هيحددوا مصيرك، وانت اللي قادر تحدد مصيرك ده بنفسك انك تفوز في الثمان مباريات دون النظر لاي نتيجه من النتائج لاي فريق من الفرق الاخرى. تكسب الثمان ماتشات تفوز ببطوله الدوري بشكل جيد جدا، وفي ظل منافسه قويه وفي ظل امور كلنا عارفينها دون التطرق ليها طبعا وكلام كتير على مدار الموسم بشكل كامل. فمهم جدا النادي الاهلي يركز في هذه المرحله، يركز في الثمان مباريات اللي جايين اللي هيبتدوا من خلال مباراه صعبه جدا امام فريق المصري البورسعيدي. المباراه هتكون في ملعب الماكس في الاسكندريه، في البدايه هي كانت في استاد الجيش بالسويس، لكن لان الموافقات الامنيه ما كانتش جت فتم نقل هذه المباراه لاستاد الماكس بالاسكندريه. احنا عارفين المباراه دي هتكون من غير جماهير، لكن مهم جدا ان انت ان شاء الله باذن الله تفوز بثلاث نقاط تحسن صورتك شويه بعد الفتره اللي فاتت اللي كانت صعبه شويه على الاهلاويه، علشان ان شاء الله باذن الله تكون المباراه دي دفعه قويه لاستكمال 7 مباريات اخرين بعد هذه المباراه، وتقدر من خلالهم ان انت تفوز وتحصد لقب بطوله الدوري، هذا اللقب الهام، وتبقى البطوله ان شاء الله رقم 41 في تاريخ بطولات النادي الاهلي في بطولات الدوري بالتحديد الدوري العام، وايضا تبقى البطوله الرابعه على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي، فده هدف اساسي ورئيسي. والفريق خلاص سافر النهارده لبرج العرب عشان يستعد لهذه المباراه، واللي زي ما قلت لحضراتكم هتكون على ملعب الماكس. الفريق المصري فريق قوي جدا بيضم لاعبين مميزين، والاهم كمان من كده ان هم عندهم جهاز فني محترم قوي قوي قوي، الكابتن ايهاب جلال مدير فني الفريق اللي قدر ان هو يرجع شخصيه النادي المصري بعد ما رحل الكابتن حسام حسن، واللي قدر من خلال مباريات عديده مع فريق المصري منذ توليه المهمه ان هو يحقق نتائج ايجابيه بشكل كبير جدا، وكان ابرزهم طبعا فوز على نادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يعدي هذه المباراه ويقدر يفوز بثلاث نقاط هيكونوا مهمين قوي في مشواره في بطوله الدوري. زي ما قلت لحضراتكم الفرص كلها في ايد النادي الاهلي، حتى كمان بعد فوز بيراميدز امبارح على الزمالك الفرص بقت افضل كمان نسبيا، رغم ان حتى قبل الانتصار ده كانت كل الفرص في ايدك، لكن يعني يديك حتى لا قدر الله لو النادي الاهلي تعادل ماتش في المباريات الثمانيه اللي جايين هتفضل برضه الفرص في ايدك انك تكسب الباقي. يعني انت الثمان ماتشات لو تعادلت فيهم ماتش وكسبت الباقي هتاخد الدوري كمان، يعني الدوري بينادي النادي الاهلي. وده اللي ان شاء الله بيهدف ليه ومركز عليه جدا مجلس اداره النادي الاهلي، الجهاز الفني بقياده مستر لاسيرتي، وايضا اللاعبين اللي كلهم حماس وانتظار لتحقيق هذا اللقب، واسعاد كل جمهور النادي الاهلي وعوده البسمه على وجوههم ان شاء الله باذن الله.